اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. تعتبر الفنانة غادة عبد الرازق واحدة من أبرز وأهم النجمات على مستوى السينما المصرية والوطن العربي كافة. تميزت بجمالها وقوة شخصيتها، كما إنها حصلت على النجاح الكبير في كافة الأعمال التي شاركت بها، وذلك بأدائها المميز وقدرتها الهائلة على شد الانتباه إليها في كافة الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الفنانة غادة عبد الرازق. ولدت غادة عبد الرازق بتاريخ 6 يوليو/تموز من سنة 1965 في محافظة الجيزة بمصر. عاشت فترة مراهقتها في حزن كبير على والدها الذي فارق الحياة عندما كانت تبلغ 12 من عمرها فقط. كانت متعلقة به بشكل كبير بحكم أنها الابنة الصغيرة والمدللة لديه. وبعد فترة قصيرة من وفاة والدها، وتحديدا بعد 4 سنوات، صعقت بخبر وفاة شقيقها الأكبر الذي ترك ندبة في قلبها لا تزال موجودة حتى الآن عندما تلقت خبر وفاته، حيث إنه كان يعمل ضابطا في الشرطة وبقي 15 يوما قبل وفاته مفقودا ليس له أي أثر، إلى أن وجدت جثته في أحد الأماكن. نتيجة ذلك أصيبت والدتها بمرض أدى إلى فقدانها بصرها إلى حد كبير بسبب حزنها الشديد على وفاة زوجها وولدها خلال فترة متقاربة. هذا الأمر أدى إلى تحمل غادة المسؤولية الكاملة لرعاية عائلتها وهي في سن 17 من عمرها، أي في زهرة الشباب. بدأت غادة عبد الرازق مسيرتها الفنية في فترة التسعينيات عندما شاركت في أول عمل لها من خلال مسلسل اللص الذي أحبه سنة 1997، وبقيت تشارك في أدوار صغيرة إلى أن قدمت مسلسل عائلة الحاج متولي، كان ذلك سنة 2001، وقد حققت من خلاله النجاح الباهر الذي كان بمثابة دخولها الحقيقي إلى عالم الشهرة. ومن هنا بدأت غادة تتلقى العديد من العروض من قبل المخرجين، ومن أبرزهم المخرج خالد يوسف الذي رأى فيها النور من أجل الدخول إلى عالم السينما، وتمكن من جعلها الممثلة المثيرة للجدل في تلك الفترة. حققت الفنانة غادة عبد الرازق رقما قياسيا في عدد المرات التي تزوجت بها، حيث إنها تزوجت 12 مرة خلال حياتها، مما أدى إلى استغراب جمهورها منها بسبب تعدد تلك الزيجات. في المرة الأولى تزوجت من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز عندما كانت في 17 من عمرها، وقد أنجبت منه طفلتها الوحيدة روتانا، لكن علاقتهما لم تستمر سوى 7 سنوات ليتم الطلاق بعدها. كانت هذه الزيجة هي الأطول على الإطلاق طوال فترة حياتها، كما إنها صرحت في لقاء تلفزيوني لها أن طليقها عادل كان من أكثر الرجال احتراما، وقد اعترفت أنها خسرته وشعرت بالندم للانفصال عنه. في المرة الثانية تعرفت على رجل أعمال من بورسعيد وأعجبت به وطلب منها الزواج، فوافقت بالرغم من فارق العمر الكبير بينهما، لكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا ووقع الانفصال في وقت لاحق لعدم التفاهم. وقد صرحت غادة بعد انفصالها عنه أن هذه العلاقة لم تسبب لها الكثير من المشاكل، كما قالت أيضا أنه كان يكبرها في السن بطريقة جعلتها تعتبره كوالدها. وعندما انفصلت عنه قال لها أحد الأطباء
أنها كانت ترى فيه صورة والدها، وبالفعل كان بينه وبين أبيها شبه كبير. في المرة الثالثة وتحديدا سنة 2001 تزوجت من المحامي حلمي سرحان الذي كان من خارج الوسط الفني، لكن سرعان ما انتهت هذه العلاقة أيضا، حيث إنها لم تكمل السنة. كان السبب الرئيسي لانفصالهما هو الغيرة الشديدة، وقد قيل أنهما في الشهرين الأخيرين قبل طلاقهما عاشا متباعدين عن بعضهما البعض لتنتهي العلاقة دون أي خلافات أو مشاكل، سواء على الصعيد المادي أو القانوني. في المرة الرابعة وقعت غادة في غرام المنتج وليد التابعي، وتزوجته سرا في بداية العلاقة، لكن بعد مدة قصيرة أعلنا الزواج بشكل رسمي وأمام كافة الناس، وقدما مع بعضهما البعض الأفلام التي حققت نجاحا باهرا، ومنها أزمة شرف وفيلم 90 دقيقة. لكن بعد فترة من الزمن بدأت الخلافات تقع بينهما، فكانا ينفصلان عن بعضهما ثم يعودان أكثر من مرة، إلى أن قررا الطلاق والابتعاد عن بعضهما بشكل نهائي عام 2009. في المرة الخامسة تزوجت غادة من صديق عمرها الصحفي محمد فودة، الذي كانت تربطه بها علاقة صداقة قوية لمدة 18 عاما قبل الزواج. كان محمد فودة السكرتير الخاص لفاروق حسني وزير الثقافة المصري السابق، وكانت غادة تصرح أنها تحبه بشكل كبير، لكنه في أحد الأيام قام بخيانتها فطلبت منه الطلاق وانفصلت عنه سنة 2012. إلا أنه لم يتخلى عنها وبقي على علاقة معها، وحاول إصلاح المشكل الذي وقع وأدى إلى الطلاق فأعادها إلى عصمته، إلا أن ذلك لم يصلح الأمور بينهما، فالخلافات لم تنتهي والمشاكل بينهما استمرت حتى بعد أن أصبحت زوجته مرة ثانية. بل أكثر من هذا، ازدادت تلك الخلافات وبدأ التوتر يتصاعد مع مرور الأيام، إلى أن وقع الطلاق النهائي بينهما سنة 2015، وهنا كانت نهاية العلاقة. في سنة 2017 ظهرت العديد من الإشاعات التي تقول أن غادة عبد الرازق قد تزوجت من المنتج محمد سعيد، لكن نجمتنا علقت نافية هذا الزواج، وقالت أنها سوف تتزوج قريبا من رجل أعمال مصري، لكنها لم تصرح عن هويته بشكل مباشر. في إحدى اللقاءات التلفزيونية وتحديدا سنة 2019 تكلمت غادة عن حياتها العاطفية قائلة: تزوجت أكثر من 10 مرات، لكن لا أتذكر بالضبط 10 أم 11 مرة. وقالت أيضا أنها في الوقت الحالي متفرغة للاهتمام بابنتها روتانا وبأحفادها، وأضافت: إذا قابلت الشخص المناسب الذي يحبني كما أنا غادة عبد الرازق وليس الممثلة المشهورة، فمن الممكن أن أتزوج مرة أخرى أيضا. وبعد فترة من الزمن، عندما كانت تصور مسلسلها سلطانة المعز، نشأت علاقة حب بينها وبين مدير التصوير هيثم زنيتا، واستمرت هذه العلاقة إلى أن انتهت نهاية سعيدة وتم الزواج بينهما، وكان هذا الزواج هو 12 والأخير على القائمة. مع العلم أنه في سنة 2013 عندما شاركا سويا في مسلسل حكاية حياة، ظهرت العديد من الإشاعات على وجود علاقة غرام بينهما، لكن في تلك الفترة نفت غادة عبد الرازق هذا الأمر بشكل نهائي. كانت هذه هي قصة حياة النجمة غادة عبد الرازق، قدمتها لكم من قناة قصة حياة. اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بهذه النجمة، وما هو أحب أدوارها إلى قلوبكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. أما إذا أردتم مشاهدة المزيد فاختاروا أحد الفيديوهات المقترحة
التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.